صباح الخير سيدة فتيحة. صباح الخير. مرحبا بك. الله يبارك فيك. سيدة فتيحة، اليوم كتقترحي علينا في طبق اللقاء طاجين ديال اللحم بالبعويد بلينغاز. ايه. شنو غنحتاجوا له المقادير؟ المهم عندنا كيلو ديال اللحم، اللحم ديال الجمل. ضروري. ايوا ضروري، راه موجود دابا. نعم. والثمن ديالو راه بحال العجل. ايوا كيبقى غير يعني واش الناس داك العائله كتستهلك هذا النوع ديال اللحم ولا لا؟ ايوا على حسب. المهم هذه الوصفه فيها كيلو ديال لحم الجمل. اييه. وعندنا معلقه الزعفران الحر، جوج بصلات، جوج دروس ديال الثوم، زبور، معدنوس. نعم. مقرد؟ اييه. البزار، الخرقوم. لا سمحتي قبل ما تكملي لنا المقادير، لا ممكن تبعدي على الراديو او لا على التلفزيون فين كت انا في انك رجعنا الصدى ديال الصوت. هي هي ماشي مشكل. واخا هي قلت لك سكينجبير والملحه شويه الملح. هي وعندنا بوعويد شحال على حسب؟ المهم كيلو، كيلو ونص على حسب. نعم. المهم ديروا كيلو. شي نوع معين ولا اي نوع؟ هذاك النقاط الكبير. الخضر كبير. الخضر هي هي. وعندنا قلت لك بوعويد، وعندنا فاني، وشويه القرفه، شويه سكينجبير، ومعلقه زبده كبيره. نعم ياك، هذوك هما المقادير. تفضلي. المهم كنشدو اللحم كنشرملوه مع القزبور، معدنوس، ثومه مدقوقه، تندقو الثومه مع القزبور والمعدنوس. نعم. ونديرو البزار، الخرقوم، سكينجبير، وشويه الملح، والزعفران الحر. نعم. وكنشلضو البصله، كنشلضوها مزيان. فاش يتقلى داك اللحم شويه صافي كنبللو، كنديرو الماء. الماء على حسب، المهم يكون خاطر ماشي. على اي نطيب اللحم؟ وكاس ديال ونص كاس ديال الزيت البلديه مع الروميه مخلط، نص كاس. اييه. نصف كاس مخلط ماشي نص كاس من البلديه الروميه، نصف كاس مخلط. لا نص كاس. المهم كنسدو عليه في الكوكوب طيب ونعاودو نردوه للطاجين. نعم. الا كاين الوقت راه كنديرو مباشره في الطاجين. ايه. ما كاينش الوقت راه الكوكوب وكنعاودو نردوه. واخا خاصو الوقت اللي درناه في الطاجين. اي هذاك الشيء. المهم كنشدو بوعويد كنقطعوه على جوج. كنديرو فيه شويه الفاني، القرفه، سكينجبير، ومعلقه الزبده كبيره، كندوزوه في ديك الزبده. المهم حتى تيتعسل. نعم. كنخليوه بالقشور ديالو. بالقشور. بالقشور. المهم فاش طيب اللحم كنستفوه في الطاجين وندير عليه داك بوعويد ونرشوه بشويه الزنجلان وبالصحه والراحه. نعم. اذا عندنا هذه الوصفه هذه ديال اللحم بالإجاز، عندنا تقريبا واحد كيلو ديال اللحم. انت كتقترحي علينا اللحم ديال الجمل، كتعملي معاه واحد المعلقه ديال الزعفران الحر، جوج حبات ديال البصله، جوج فصوص ديال الثومه، القزبور والمعدنوس، نص كاس مخلط ما بين زيت المائده وزيت الزيتون، الابزار، الخرقوم، سكينجبير، والملحه. اذا هذه هي المقادير ديال اللحم. كنرقدوا اللحم في التوابل وما نساوش الماء نبللو شويه طبعا. كنرقدوا هذا اللحم هذا في التوابل، كنعملوه في الكوكوط، كنضيفوه كيتقلى شي شويه عاد كنضيفوا عليه البصله والماء. الجهد اللي غادي يطيب لنا هذاك اللحم في اناء او واحد اخر كنعملوه تقريبا ما بين كيلو حتى الكيلو ونص ديال الاجاص. هنايا كتستعملي لا فتيحه الاجاص الخضر الكبير. اييه. كنقطعوه على جوج، نحيدوا له طبعا هذاك الوسط ديالو. ونديرو فيه ساشي وحده ديال الفاني، شويه ديال القرفه، شويه ديال السكينجبير، ومعلقه ديال الزبده. اذا هنا ما كديري لا ماء لا سكر لا حتى حاجه، هو كيطلق الماء وكيتعسل بوحدو. كيطلق هو الماء كيتعسل لان دغيا العافيه شويه مهيله ربما. اييه. شحال تقريبا كياخذ لك ديال الطياب؟ هو في بوعويد دغيا. نعم. ماشي بزاف دغيا، شي 10 دقائق ماشي بزاف. صافي دغيا دغيا. نعم. كيشرب هذيك الفاني والقرفه وداك الشيء. اذا خصنا نطيبوه حتى الاخر. اييه. حتى يطيب اللحم. اييه. ربما لا بقى اكثر من هذا الوقت هذا غادي يتفرتت. لا ما نخليوش. نعم. اذا كنحطوا اللحم ديالنا ملي كيكون طاب وكنستفوا الاجاص في الجنيبات.
نحطوه في الطاجين ونعاودو نشعلو على داك الطاجين شويه في العافيه باش المهم باش يختار باش كيتجانس معاه باش يتجانس ويجي بحال طايف في الطاجين. هذاك الاجاز بحال طايف في الطاجين حتى هو. ايه نعم نعم. تبارك الله عليك الا فاتحه، وشكرا لك على هذه الوصفه هذه. الى اللقاء.